وبنهاية صباحنا لليوم رح نسلطها بعالم الطفولة، ودائما نحن بنعرف انه عالم الاطفال هو عالم واسع وعالم خيالي، ونحن من ذاكرتنا ومن طفولتنا بنعرف قديش كنا متعلقين بالقصص. على ايامنا كان ليلى والذئب، كان شو كان على ايامنا ذاكرين الخراف السبعة، يعني هدول القصص ما كان في طفولة عندك؟ بس ما عاد يطلعوا معي الاسماء، يعني اللي ذكرتيهم رشا اكثر شيء انه كنت بدير الافلام كرتون بشكل عام. القصص الاطفال يلي خصوصا القصص قبل النوم هي صحيح. بتلاقيها كانت تعمل جو كثير حلو، وفي امهات بتلاقيهم بيوصلوا منها رسائل او عبر، يعني انه توجيهيه او تعليميه وخصوصا قبل النوم للاطفال. هي بالنهايه مثل ما قلتي نرمين رسائل، يعني انه الام اذا اليوم مزعوجه من ابنها او حابه توصل له معلومه او عبره من خلال يومه، ممكن تمرق له اياها من خلال حكايه بتقبلها اكثر ما تعطيه التنبيه بنفسها يعني. واليوم صرنا نشوف ضمن الشهر الكريم ايضا القصص الدينيه كثير مهمه، ليتعرف اليوم الطفل على دينه وعلى القصص النبويه، هدول المعلومات وغيرهم واهميه الكتابه واهميه القصص بعالم الطفوله حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، وهي الكاتبه المتخصصه في مجال الطفوله سميره شكري. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم واهلا وسهلا فيكي. لما نحكي نحن عن ادب الطفل اكيد بيتميز عن غيره من انواع الاداب، يمكن بصعوبته باللغه يلي بيستخدمها او حتى بالاسلوب، فشو بيتميز ادب الطفل عن غيره من الاداب الاخرى؟ بيتميز اول شيء باسلوبه البسيط، ثاني شيء بدك تقسمي لفئات عمريه معينه، ما فيك تكتبي لكل الاعمار بنفس الطريقه، بدك تقسمي بعمر الطفوله المبكره للخمس سنوات، الاكبر من ست سنوات ل 12 سنه بيصير هذا عمرهم خلينا نقول الناشئه يعني، بعدين المراهقه واكبر شوي. كمان بيتميز بالاسلوب اللي هلا لازم يتقبله الطفل، اللي هو اول شيء يكون بسيط، ثاني شيء يكون بواكب العصر اللي هو فيه. هلا اليوم كونه نحن بالشهر الكريم دائما في شيء خاص بهذا الشهر بتسلطوا الضوء عليه وبتركزوا عليه، هلا هي الايدي يمكن اليوم الاطفال بحبوها كثير، فالفكره مبدئيا انه انت استخدمتي هدول الكروت لانه هن محببين للاطفال لتنقلي هاي المعلومه، فانت وصلتي لنص المرحله مثل ما بيقولوا. هاي خلينا نقول الكروت شو قلتي لي اسمها؟ متع ذهنك. متع ذهنك هي مجموعه من المعلومات الدينيه، يعني ما بعرف اذا فينا ناخذها، يعني انه هي سؤال وفي خيارات والجواب موجود، يعني موجود جواب ومعلومة. خليني نحكي أكثر عن هاي الفكرة، يعني هي طريقة مبتكرة لحتى الطفل يقرأ يتعلم على ياخذ معلومات جديدة، أو حتى لو معلومات مطروحة عليه بس حتنطرح عليه بطريقة بسيطة محببة له، ممكن يعملها عن طريق نشاط بالبيت مع أهله مع أخواته، مسابقات تحدي، منه بيملي وقته برمضان بشغلات مفيدة، ومنه بيقرأ وبياخذ معلومة بسيطة. هي عبارة عن 12 مجموعة بكل المجالات الدينية، قصص الأنبياء، السيرة النبوية، القرآن، معلومات إسلامية، أمهات المؤمنين، يعني حاولت يكون مواضيع إسلامية شاملة فيها. يعني هي اليوم المجموعة أو الكروت متع ذهنك تصلح يعني للأطفال من عمر 6 سنوات ل 12 سنة، كل المجموعة يعني كل بيقدر يستخدمها يتعرف على هي المعلومات؟ أي تمام، هي حتى من قبل يعني ممكن تستخدميها لعمر 5 سنين، السيرة النبوية والقرآن هي الأول، المستوى الأول من المجموعة فيك تستخدميها، يعني احنا عارفين في عن الرسول عليه الصلاه والسلام ايمتى ولد، اسم امه، اسم ابوه، لحتى بنوصل من ولادته لوفاته وكل المراحل اللي بيمرق فيها حياه الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني ممكن يتقبلها الطفل من عمر 5 سنين واكثر. المرحله الثانيه شو هي؟ المرحله الثانيه نحن شوي اصعب، مثل اللي عندك هي اسمها المعلومات الاسلاميه. هاي اللي كنتي قاعده بدك تختبري فيها. هي فيها معلومات اسلاميه ممكن اصعب شوي، ممكن في فقهية شوي، ممكن سلوكيات إسلامية أكثر، أصعب شوي من عمر 6 سنين. طب شو أصعب مرحلة يعني؟ شو هي المعلومات الإسلامية والتاريخ الإسلامي هي المجموعة 11 و12. طب ما تفكري تروحي كمان بباكستاني للثقافة العامة، للمعلومات العامة، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، يعني بتناسب هذا العمر بالأطفال؟ طبعا هي قريبا هلأ بالطبع كمان اسمها العبقري الصغير، نفس الفكرة بس هي رياضة، علوم، علماء، بكل مجالات العلوم، لغة عربية، كمان فيها مجموعة إسلامية بس تكون أبسط من هي، بس شاملة لكل شيء.
طيب كمان من المنتجات اللي كانت عندك هي مفكرة رمضان. هلا مفكرة رمضان هي فريق، انا مو بس لحالي كاتبه، مشان رمضان في قلبي هي لصديقة لي اسمها مروة. كثير حلوة الفكرة، هي مجموعة عن قصص، فيها قصص انبياء، فيها اذكار، فيها ايات قرآنية، فيها احاديث نبوية، فيها الاعمال اليومية اللي بيعملها الطفل. مفكرة اهلا من رمضان فكرتها رائعة جدا، هي بتعلم الطفل مو بس العبادات اللي بده يعملها برمضان، نحن حاولنا بهي المفكرة تكون تفاعلية اجتماعية، يعني فيها تحديات، فيها أنشطة بيعملها كل يوم برمضان، هي أنشطة اجتماعية، مثلا تعامل اخواتك معامله حسنه، ساعد امك اليوم بالفطور، شو رايك اليوم انت تفيق ماما على الفطور على السحور، اليوم نحن بدنا ندعي لاستاذنا بالمدرسه، وبكل عمل بيعمله في عليه درجات، واخر الدرجه بده يجمع درجاته وبيكون له مكافاه له هديه. تمام. طيب كمان حلاوه الموضوع انه هو ثلاث، يعني انتم عاملين مثل 30 يوم، كل يوم في معلومات، في نشاطات، في ادعيه ممكن تكون حفظيني ريم بدي اسمع لك. فيها اذكار، فيها احاديث نبويه، فيها حتى فيها فراغ للطفل حتى يكتب هو مذكراته شو صار معه بهذا اليوم، مشان يرسخ، يكون رمضان ممتع اكثر من ماله ممل له. طيب سميره، اليوم في تحدي، وهذا التحدي بيقول لك انه انت قدام اليوم جيل، يعني معظم الوقت اذا ما في دراسه هو على الموبايل وعلى التابات وعلى المواقع الالكترونيه، فانت اليوم كيف قادره تقنعي هذا الطفل انه لازم تقرا، لانه في فوائد كثير مثل ما حكينا للقراءه، وكيف قادره انت تشجعيهم بضمن الظروف وبضمن هذا الموبايل، يعني اللي هو اجى نقمه ونعمه بنفس الوقت؟ هو شوي صعب الموضوع، لانه يعني الموبايل والتكنولوجيا غزوا حياتنا بطريقه فظيعه، يعني كثير صعب تقنع الطفل، لهيك بدنا نحن نحاول نبتكر اساليب جديده بالقراءه، يعني تشد الطفل بدون ما نحن نجبره عليها، مثل طريقه البطاقات، مثل طريقه التفاعل مع الكتاب، في عندنا الكتب الصوتيه اللي هو ممكن ما يقراها، هو يسمعها سمع اذا هو ما مو حابب يقرا، بيرافق الكتاب كيو ار صوتي وبيصير بيسمعه، ممكن يكون في فيديو مصور كمان للكتاب. هيك بنكون جمعنا الطرفين، الموبايل والكتاب، يعني اخذ المعلومه وتسلى بنفس الوقت. طيب خلينا نحكي ايضا عن الشكل الممتع، يعني كونه نحن عم نحكي عن الاطفال مو بس معلومات نحن بدنا اياها توصل، عم تركزوا على الطريقه التفاعليه، عم تركزوا على الالوان، على طريقه العرض، خلينا كمان يعني نحكي عن المختصين بهذا المجال معكم بالفريق. طبعا هو اول شيء بيجذب الطفل قبل المحتوى اللي هو الالوان وعنوان الكتاب، طريقه التصميم، هو بده يكون بتشبهه، يعني كل عمر بيجذب اللون، بيجذب طبعا، يعني بدك تختاري الوان فاقعه، بدك تختاري طريقه الطرح، في كثير مصممين مختصين يعني الله يعطيهم العافيه، كثير عم بيتعبوا بهذا المجال. خلينا نحكي اليوم مشاريع جديده، خطط جديده، ودائما نحن بنقول عالم الطفوله هو السهل الممتنع، يعني قد ما انه سهل ولكن فيه صعوبات كثير كبيره. هلا مثل ما قلت لك عندي مجموعه جديده اسمها العبقري الصغير، بتحكي بكل مجالات العلوم، عندنا قصص جديده، بدنا هلا عنا بقصص الانبياء البسيطه مثلا لرمضان، بعمر الصغير بيلفتوا الشغلات الخارقه للطبيعه، يعني اول ما بدك تحكي له عن رسول معين بدك تحكي له عن المعجزه اللي صارت معه، يعني لتلفت النظر مثلا، اول بدك تحكي له عن النبي موسى مثلا عليه الصلاه والسلام، بدك تقولي له شو رايك احكي لك عن النبي اللي رمى العصا وتحولت لأفعى، هاي بتكوني لفتي نظر الطفل كله، كل حواسه صارت معك، لانه انت حكيتي له عن معجزه، عن شيء خارق للطبيعه، طبعا هذا عم بحكي لانا عمر صغير. هاي الشغلات الجديده اللي نحن عندنا، قصص الانبياء، السيره النبويه، عندنا شيء اسمه ايه وحكايه، هي ايه من القران الكريم طارحين عليها قصه من حياته الواقعيه للطفل حتى ياخذ المغزى من الايه، ممكن تحكي عن الكذب، عن الغرور، عن يعني اشياء تربويه هادفه بياخذها من القران الكريم. طيب خلينا هيك نرجع نحكي عن موضوع قراءه القصص عند الاطفال، كنا من شوي بالمقدمه عم نحكي انا ورشا عن حكايه قبل النوم، قديش الام ممكن تستخدمها لتوجه فيها الرسائل،
برايك لازم تكون الحكايات قبل النوم هيك خفيفه ولا لا لازم يكون فيها هيك دائما عبره او يكون فيها قصه معينه؟ لا ما شرط، كمان هي قلت لك بترجع لعمر الطفل. هلا في اطفال ما بتقدر تسمع كثير قبل ما تنام، بدك تختاري لها قصه بسيطه، بس حتى لو كانت قصه بسيطه ممكن تكون سطرين ثلاثه، لازم يكون في عبره، لانه هي قصه قبل النوم اللي بترسخ بذهن الطفل، يعني اكثر قصه ممكن ترسخ بذهن الطفل هي قصه قبل النوم، او حتى معلومه بدك توصيها ابنك حاولي توصليه قبل النوم. مو بس هيك، يعني مثلا في قصص بتحس الطفل بده يسمعها كل يوم، مثلا ليلى وزا كانت بتطلع هيك طفولتنا يمكن قصه او قصتين بس كل يوم مثلا ممكن نسمع. مو بس هيك، مثلا الجيل الجديد بركز معك انه انت اذا غيرتي له شيء حدث بايدك لا هيك هيك لازم نختار القصه اللي بتوصل له فيها عبره، مو مجرد قصه يعني. مثل ما قلت لك بترسخ وهو بحب يكررها، خاصه الاعمار الصغيره اللي عمرها 3 سنوات ل5 سنين، اذا بتحكي له القصه كل يوم ما بيمل لا. لا ما بيمل منها. مثل ما قلتي يعني هو جيل ذكي، اذا غيرتي بس كلمه بيقول لك لا امبارح قلتي هيك حتى بتكوني مالي يعني بدك بس انه تخلص القصه، فبتدخلي الشخصيات بتغيري فما بيقبل. خلينا هيك بسؤال ختامي لك، نحكي اليوم عن الصعوبات اثناء الكتابه اثناء الطباعه، تكاليف الماديه، هل يوم المواد الاوليه مؤمنه ان كان بالورق ان كان بدار النشر؟ هلا اكيد في صعوبات ما لها مثل الاول يعني، بس عم تتحسن يعني بالنسبه للتكاليف، بالنسبه لوجود الورق، حتى نحن في عنا شغلات مبتكره، عنا مثلا الكتب اللي لها اشكال، الكتب اللي لها مجسمات، هي لسه بسوريا شوي صعبه طباعتها، بس نحن عم نسعى ان شاء الله حتى تكون عنا كل المنتجات وكل الخيارات قدام الطفل حتى يعني يتجه للقراءه اكثر. اكيد. خلينا هيك نختم معك بنصيحه بتحبي توجهيها اليوم لكل الامهات، كيف ممكن يشجعوا اولادهم اكثر على موضوع القراءه؟ نصيحتي لكل الامهات انه تبدا بحاله اول، لانه اذا الطفل قدوته الاولى هي الام والاب، يعني اذا الطفل شاف امه عم تقرا غير اذا بيشوف ماميته تنهار على الموبايل على وسائل التواصل، طبعا هو قدوته الاولى، فلازم تبلش هي، ويكون قد ما كان عندها انشغالات بالنهار يكون عندها وقت مخصص لطفلها، تقعد تهي وياه، تقرا هي وياه، تعمل نشاط قراءه، ممكن رسم، ممكن موسيقى، ممكن طبخ، تعطي شوي من وقتها لطفلها. طفل بيقلد لانه كمان بالنهايه اول شيء بيقلد، وثاني شيء بيلتاع عن هي مواضيع التكنولوجيا اللي هي لاهيته كثير. كونه المفروض الام او ست البيت لازم تبلش من نفسها، فراح بلش معك نيرمين قبل ما نختم، شو هي الدوله العربيه اللي تم ذكرها بالقران؟ مصر. نقلتها يا ابو ايمان، قريتها تحت الهواء. شكرا لك، بنتمنى لك التوفيق، وكثير حبينا الفكره، هيك بنتمنى نشوف شيء جديد كمان لكم بعيد عن المستهلك والروتين، واكيد يعني ناطرينك بكل شيء جديد. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا كثير لهالصباح الحلو. تسلمي يا رب. اكيد لما نحن نحكي انه عن اهميه القراءه ونشجع على اهميه القراءه، وخصوصا نحن بعصر السرعه والتكنولوجيا وحاله الملل يلي بتكون، لازم تكون المعلومه عم تقدم يعني تقدم بشكل ممتع وسلس. نتشكر وجودك لليوم، كل التوفيق. اهلا وسهلا.